السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. برحب بكم أنا الفقير إلى الله المهندس أشرف أسامة من قناتي المتواضعة على اليوتيوب. حلقتنا النهاردة حلقة جديدة بعنوان أحمد البدوي. أحمد بن علي بن يحيى هو من مواليد فاس، مدينة مغربية، سنة 596 هجريا، يعني 1199 ميلاديا، وتوفي في مدينة طنطا في مصر عام 675 هجريا، أي 1276 ميلاديا. هو إمام صوفي سني عربي، ويعتبر ثالث أقطاب الولاية الأربعة لدى المتصوفين. إليه تنسب الطريقة البدوية ذات الراية الحمراء. لقب بالبدوي لأنه كان دائم تغطية وجهه باللثام مثل أهل البادية، وله الكثير من الألقاب أشهرها شيخ العرب والسطوحي. ينتهي نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وولد البدوي بمدينة فاس المغربية، وهاجر إلى مكة مع عائلته في سن 7 سنوات، واستغرقت الرحلة 4 سنوات، منهم 3 سنوات أقاموها بمصر. وعندما بلغ 38 من عمره سافر إلى العراق مع شقيقه الأكبر حسن، ورجع بعد عام واحد إلى مكة، ثم قرر في نفس عام رجوعه الهجرة إلى مصر، وتحديدا إلى مدينة طنطا لتكون موطن انتشار طريقته. ينسب إلى البدوي العديد من الكرامات، أشهرها ما يتداوله العامة أنه كان ينقذ الأسرى المصريين من أوروبا الذين تم أسرهم في الحروب الصليبية. ولذلك انتشرت مقولة في التراث الشعبي المصري هي: الله الله يا بدوي جاب اليسرى، أي البدوي قد جاء بالأسرى. وعلى الرغم مما اشتهر عنه من الكرامات، فإن بعض العلماء الإسلاميين ينتقدونه على أنه شيعي ويدعي الجنون ويتبول على المصلين. يقام له في مدينة طنطا احتفالان سنويا، أحدهما في شهر إبريل يسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر، وهو الاحتفال بمولده الذي يعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر على الإطلاق، حيث يزور مسجده الكائن بقلب المدينة أكثر من 2 مليون زائر في المتوسط خلال الأسبوع. وله ضريح باسمه أحمد البدوي داخل مسجده بطنطا، يقال عنه من ألقابه البدوي وشيخ العرب والمجثم وأبو الفتيان وأبو العباس وأبو فراج والسطوحي وعيسوي المقام، القطب النبوي، باب النبي، بحر العلوم والمعارف، الصامت، القدسي، الزاهد، جياب الأسير، العطاب، ولي الله، ندهة المضام، محرش الحرب، أبو العباس، الأسد، الكاظم. وهو توفي في طنطا، ومكان ضريحه موجود في مسجد أحمد البدوي، وفقه شافعي، وعقيدته أهل السنة والجماعة، ودرجته القطب الثالث. وكما ذكرنا الاحتفال بمولده، يحتفل بعض الناس بمولده في النصف الأول من أكتوبر، النصف الأول من إبريل، المولد الرجبي. وله أفكار مميزة به مثل صاحب الطريقة البدوية. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، أشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم المهندس أشرف أسامة من قناته المتواضعة على اليوتيوب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.